شنو؟ تهز بيدك. كانك ما عاجبك يا استاذ. اي طبعا من عمالك يا سوادي. مسوي عم الحيوان جوعان والزرع زرع الله. 100 مره قلت لك هذا مو اكلها. يا استاكل كعك. عمي اكلها العلف وهذا قصب السكر يدخل ماده اساسيه في صناعه السكر. قول هذا حلو. اي والله حلو. اذا بنحبوك هذا بنحطه بالشاي هم يصير حلو. هذا مو للاكل. ايه الشركه ورا ما تاخذ منه الشكر توزعه علف. اي قصب السكر وخذ حلالك ارعى بغير مكان لان هذا ثروه وطنيه. مع تحيات الشركه العامه لصناعه السكر. الشركة العامة لنقل الركاب واستنادا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 86 المعدل وقرار مجلس قيادة الثورة الموقر رقم 16 لسنة 96 تعلن هذه الشركة عن إجراء مزايدة علنية لبيع مواد مستهلكة في مقر الشركة صباح يوم الخميس الموافق 18/1/2001. فعلى الراغبين بالمشاركة الحضور إلى مقر الشركة الكائن في الوزيرية شارع صفي الدين الحلي مجاور محطة تعبئة وقود المستنصرية، مستصحبين معهم بطاقة السكن أو البطاقة التموينية والتأمينات القانونية البالغة 250,000 دينار بصك مصدق بأمر الشركة العامة لنقل الركاب. ويتحمل من ترس عليه المزايدة أجور الخدمة والمصاريف الأخرى. المدير العام الناظر للإعلان. إعلان من الشركة العامة لصناعة البطاريات. تعلن الشركة العامة لصناعة البطاريات أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن عن حاجتها إلى متعهد لنقل منتسبيها من محلات سكناهم وإلى معاملها وبالعكس وفق الشروط التي يمكن الحصول عليها من دائرة الشؤون المالية لقاء دفع مبلغ 5,000 دينار غير قابل للرد. ويتم إيداع العطاءات في صندوق المناقصات لهذه الشركة، وأن آخر موعد لقبول العطاءات نهاية الدوام الرسمي ليوم 5/2/2001، علما أن الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات أو أي عطاء آخر. ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر والإعلان. المدير العام. كماز يقتحم ليعمل. رئاسة جامعة صدام مركز اللغات. يسر مركز اللغات في رئاسة جامعة صدام أن يعلن عن إقامة دورات تعليمية في اللغتين الإنجليزية والفرنسية وباستخدام أحدث الوسائل التعليمية. دورات تعليمية في اللغة الإنجليزية، دورات تعليمية في اللغة الفرنسية، تعلم اللغة باستخدام الحاسوب، دورات لتعليم اللغة بأحدث الوسائل السمعية والبصرية. يمنح المركز شهادات تخرج في نهاية الدورة. للمعلومات الاتصال بالهواتف المرقمة 776-8-7 776-66-467 776-2-564 أو مراجعة رئاسة جامعة صدام مركز اللغات، مجمع الجادية قرب كلية التربية للبنات، مساعد رئيس جامعة صدام. يعلن المعهد العالي للغات والترجمة ومعهد المنصور المهني عن استمراره بفتح الدورات التالية: دورات في اللغات الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية والتركية. دورات منهجية مستمرة لطلبة الإعدادية. دورات الكفاءة لطلبة الدراسات العليا. دورات الحاسبة الأساسية والمتقدمة والإنترنت. وجميع لغات الحاسبة، الرسم الهندسي والتصميم الإنشائي بأحدث الحاسبات المتطورة. دورات الطابعة العربية والإنجليزية. المعهد العالي للغات والترجمة ومعهد المنصور المهني. الحافية مقابل معرض بغداد الدولي 5426-0035.